حرب اكتوبر ما بدأتش في 73، حرب اكتوبر ابتدت لما الشعب المصري نزل يوم 9 و10 يونيو رافض الهزيمة ورافض ان ارادته تنكسر. 7 اكتوبر حرب اكتوبر تتويج بحرب الاستنزاف اللي ابتدت في مارس 69. أنا في الفترة دي كنت برتبة ملازم أول وقائد وحدة استطلاع خلف خطوط العدو، وزي أي فرد في القوات المسلحة كنا حاسين بألم، حاسين إن احنا اتظلمنا في حرب 67، حاسين إن احنا ما حاربناش العدو وما واجهناش العدو، لكن برغم ذلك فقدناش الأمل. ومن أول يوم كنا بنتدرب ونستعد للجولة الثانية. أنا شخصيا اتصبت في 67، اتصبت في ممر نتلة وطلعت من المستشفى على طول على وحدتي، وأثناء العمليات اتصبت تاني ورجعت تاني، اتصبت للمرة الثالثة كان من الصعب إن أنا أرجع تاني وأحلت إلى التقاعد الطبي. وزي أي فرد في الشعب المصري كنا كل يوم بنستنى اللحظة اللي احنا نعبر فيها، وعبرنا وانتصرنا وحققنا نصر كبير بيدرس حتى اليوم في أكبر الأكاديميات العسكرية العالمية. اللي عاوز أقوله إن طول عمر الشعب المصري محتضن جيشه، طول عمر الجيش المصري بيصون شعبه. ولما مرت السنين وتعرضت مصر للإرهاب، الجيش كان موجود ولبى النداء وحارب وانتصر على الإرهاب، وعايشنا كلنا في الأمان اللي احنا فيه دلوقتي. اللهم تقبل دعائي. شعب مصر هو جيش مصر، وجيش مصر هو شعب مصر. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ شعب مصر، اللهم احفظ قائد مصر، اللهم احفظ رئيس مصر. من القلب يا رئيس، من القلب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.